بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد، لقاء الأربعاء يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. لعلنا نستفتح هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من أحد الإخوة، يقول الشيخ صالح بماذا يوجه طلاب العلم سواء المبتدئين أو الذين بدأوا، وما هي الكتب التي يبدأون بها في طلبهم للعلم، وما أجر الاحتساب في العلم الشرعي مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال مهم، وهو كيفية طلب العلم، وإن يبتدي طالب العلم، وعن من يأخذ العلم، وما هي الكتب التي يبدأ بها، وما هو الفن المهم من فنون العلم. فنقول وبالله التوفيق، لا شك أن طلب العلم أمر مهم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية، لأن العمل إذا لم يكن على علم، مؤسسا على علم، فإنه ضلال وتعب بلا فائدة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المسلم أن يطلب العلم. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، فهذا فرض عين على كل مسلم من ذكر وأنثى أن يتعلم ما يستقيم به دينه، عقيدته، صلاته، زكاته، صومه، حجه، أركان الإسلام لا بد أن يتعلمها، كيف يؤديها، وما يشترط في كل عمل من الشروط، وما شرط قبوله عند الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، إخلاص النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يجب على كل مسلم فرض عين على الذكر والأنثى وكل من بلغ الحلم، فإنه يجب عليه أن يبدأ به، خصوصا أمر العقيدة، لأنها الأساس الذي يبني عليه أعماله. فعمل بدون علم لا يقبل، عمل بدون عقيدة عمل باطل ولا ينفع صاحبه. فيبدأ أول شيء بتعلم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه العقيدة، يبدأ بعلم العقيدة. ثم بعدها تعلم أحكام الصلاة المفروضة عليه في اليوم والليلة 5 مرات، يعرف شروطها وأركانها وواجباتها وكيف يؤديها حتى تكون على الصفة المشروعة التي تقبلها الله مع إخلاص النية. ثم يتعلم كيف يؤدي الزكاة
ما هي شروطها وما هي الأموال التي تجب فيها وما المقدار الواجب فيها ولمن تصرف هذه الزكاة حتى يؤديها على الوجه المطلوب، لأنها قرينة الصلاة. ثم يتعلم كيف يصوم رمضان، ما هي شروط الصوم، ما هي مبطلاته وما هي منقصاته، ثم يتعلم كيف يحج البيت العتيق، كيف يؤدي الحج والعمرة. لا بد من تعلم هذه الأشياء بالتفصيل ولو مختصرا، لأن كل عبادة فيها مختصرات تعلمها الإنسان والمبتدئ بسهولة مع الرجوع إلى أهل العلم، ثم يتعلم ما يعين على، يعني يتعلم أحكام المعاملات، وهذا القسم الثاني من العلم، وهو ما يجب على الكفاية. فمن كان عنده مقدرة لتعلمه فإنه يتعلمه لينفع نفسه وينفع المسلمين، وذلك في باب المعاملات وفي باب الفرائض والمواريث والوصايا والأوقاف، وفي كتاب الأنكحة، كتاب الطلاق، وكتاب الجنايات، كتاب الحدود، كتاب القضاء. هذا فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي نفسه ويكفي المسلمين فإنه يبقى في حق الباقين سنة، سنة مؤكدة. فلا بد من أن يتعلم العلم بالطرق المعروفة عند أهل العلم، والتي رسمها الله جل وعلا ورسمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به، لا يأخذ العلم عن متعالم، عن جاهل، عن أهل الضلال والانحراف، إنما يأخذ العلم عن أهل العلم المستقيمين على الطاعة والعبادة. هكذا يؤخذ العلم، إما في المدارس النظامية والمعاهد والكليات، وإما على أيدي المشايخ في المساجد. هذه مجالات طلب العلم. تعلم كذلك ما يساعد على الفقه وعلى بقية العلوم، ما يسمى بعلم الآلة كعلم النحو وعلم اللغة العربية وعلم البلاغة. فهذا ضروري للإنسان أن يتعلم العلوم العربية بما فيها من النحو وما فيها من اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وليضبط قراءته للقرآن ولا يلحن فيه. ولا يمكن هذا إلا بتعلم النحو. وكذلك يتعلم علم الحساب في المواريث، كيف يقسم المسائل، كيف يعطي كل ذي حق حقه كما شرعه الله، وهذا ما يسمى بعلم الحساب. ويتفقه كما ذكرنا في المعاملات إلى آخره. وهذا لا شك أنه يستدعي من الإنسان أمرين: الأمر الأول الصبر على طول التعلم والصبر على المشقة في التعلم، والأمر الثاني العمل بما علمه الله. لا بد من العمل بما علمه الله. والأمر الثالث أن يعلم الناس ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيتعلم ويعلم. أما الطائفة الضالة التي تقول لا حاجة إلى تعلم العلم لأنه يعوق عن العمل، المقصود العمل، فيجتهدون في العبادات
ويتركون العلم الذي هو دليلها وهاديها. فهؤلاء قوم ضلال وعملهم ضلال. وهذا مذكور في سورة الفاتحة أن أنت تقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لم يأخذوا العلم فقط دون عمل، ولم يأخذوا العمل بدون علم. وأما المغضوب عليهم فهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل مثل اليهود. وأما الضالون فهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وفي طليعة هؤلاء النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. في كل ركعة أنت تقرأ هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأملها واعمل بها، ولا تلتفت لمن يزهدون في طلب العلم ويثبطون عنه، لا تلتفت إلى من يلقي العلم بجهل من غير معرفة لضوابطه وحدوده فيضل الناس. فهذه أمور ومبادئ في طلب العلم لا بد للمسلم أن يعرفها. والأساس هو النية، تطلب العلم بالنية الصالحة، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، جزاكم الله خير. شيخ صالح، الفتور الذي يعني يعتري صاحب طالب العلم في طلبه للعلم والتزود من العلم الشرعي، ما علاجه الشيخ؟ ولذلك قلنا لا بد من الصبر. طيب يا شيخ، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فلا بد من الصبر على مشقة طلب العلم، ولا بد من التحمل، ولا بد من طول الوقت. والعلم لا ساحل له، لكن تأخذ من كل قول أحسنه، من كل قول أحسنه. إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه. فالصبر لا بد من الصبر، لا بد من النية الصالحة. إذا كان عند الإنسان نية صالحة دفعته إلى طلب العلم. ما شاء الله. وإذا ذاق طعم العلم فإنه يتلذذ به وينسى التعب. يا سلام، إذا ذاق حلاوته وطعمه. نعم، نستأذنكم بهذا الاتصال مع الشيخ محمد بن علي الحمد. تفضل الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك الله بالخير شيخنا. هلا حياك الله يا شيخ محمد. أولا أشكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى على ما من به على هذه البلاد المباركة من القيادة الحكيمة والعلماء الحقيقة الناصحين العاملين الذين لا نزكيهم على الله جل وعلا، لكن رأينا أثرهم في داخل البلاد وفي خارج البلاد. فالشكر لله جل وعلا أولا، ثم لكم فضيلة الشيخ ولعلماء هذا البلد، ثم أشكركم شيخنا الكريم على هذه الخطوة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان أعمالك وفي ميزان أعمال الساعين لهذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. فضيلة شيخنا حفظكم الله جل وعلا، في هذا الوقت الذي الحقيقة أقول تعصف بهذه الأمة الفتن من كل حدب وصوب، حتى أصبحت يعني الحليم حيرانا، أقول توجيهكم لعامة الناس الحقيقة ألا ترى أنه من المناسب أن يوجهون إلى الأخذ عن العلماء العاملين وعدم الحقيقة الالتقاط من ها هنا وها هنا من الناس المتعالمين الذين يسيئون أكثر مما يصلحون وهم يظنون أنهم يصلحون. فلله الحمد والمنة، من الله جل وعلا على المسلمين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة يوجد فيها الخير باقي إلى قيام الساعة من علماء يسيرون على منهج السلف، يأخذون من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
والذي قد تكفل الله جل وعلا لمن تمسك بهما النجاة والفلاح والسرور في الدنيا والآخرة. لعل لمعاليكم سماحة شيخنا توجيه حول هذا الموضوع، وفقكم الله وسدد على الخير خطاكم. شكرا، بارك الله فيك، شكر الله لك هذا الاهتمام. لا شك أن الفتن إذا حصلت، وهي تحصل، وخصوصا إذا تأخر الزمان فإنها تحصل وتكثر، فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا جعل لنا منها المخرج، وذلك بالكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوى، وصف القرآن بأنه هدى وأنه شفاء وأنه نور وأنه رحمة، فهو المعتصم. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن، وقيل الإسلام وقيل الرسول، والكل حق. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكر سبحانه أنه سيكون هناك سبل كثيرة، وأما سبيل الله فهي واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، طريق واحد لا اعوجاج فيه، وأما السبل فهي كثيرة، وكل وعلى كل سبيل منها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيلزم المسلم جماعة المسلمين، يلزم طريق أهل السنة والجماعة ولا وإمام المسلمين، ولا يحيد عن ذلك إذا كان يريد النجاة، ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال، ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، لا يأخذ ممن هب ودب وادعى العلم. قد يكون عالما لكنه ضال، عالم ضلالة، وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه، فيضل من اهتدى به واقتدى به. فالمسألة خطيرة جدا، ولكن الطريق واضح ولله الحمد، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهج أصحابه، ومنهج السلف الصالح، ومنهج الأئمة الذين جاءوا من بعدهم. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى علم أولا، وإلى صبر، إلى أن تعلم هذا المنهج وتفاصيله وتصبر على سلوكه، لأن الناس سيؤذونك، سيؤذيك الناس وأصحاب الأهواء وأصحاب النحل الضالة، لكن عليك بالصبر ما دمت مقتنعا أنك على الحق، فلا تلتفت إلى من يثبط عنه ويزهد فيه. وأنتم تعلمون وتقرؤون الآن في كثير من الكتابات من يريد حرف الناس عن طريق الحق إلى الحضارة الحاضرة، إلى المدنية الحاضرة، إلى اللحاق بركب العالم، إلى نحن والحمد لله أمام العالم، نحن السابقون إذا تمسكنا بهذا الدين، لسنا في المؤخرة، نحن السابقون. يجب على العالم أن يقتدي بأهل الإسلام، لا أن أهل الإسلام يقتدون بأهل الضلال، هذا من انتكاس الفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خير، شكرا للشيخ محمد. هذا الأخ أحمد يقول أرجو من الشيخ الله يحفظه أن يعلق على هذا الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، الصحة نعمتان عظيمتان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مغبون فيهما كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس يضيع هاتين النعمتين وهاتين الفرصتين. الأولى الصحة، الصحة في البدن، لأن المريض والعاجز يعجز عن العمل، أما الصحيح في جسمه فإنه ينشط على العمل ويقوى عليه ويؤديه من غير مشقة. والنعمة الثانية الفراغ، فالمشغول في أمور دنياها والمشغول في الهموم أو المثبطات أو الشواغل الفكرية أو غير ذلك، فهذا ما يتمكن من العمل. أما إذا فرغ من الشواغل صارت عنده فرصة للعمل. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، يعني اتعب في العمل الصالح. فيعتبر الفراغ نعمة وفرصة للمسلم. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر قريبا على الشاشة، ومن ثم من أراد الاتصال بنا هذا هو تليفون البرنامج. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لانشراح الصدر كيف يتحقق، وما الأسباب المعينة التي يتحقق من خلالها انشراح الصدر، وما مظاهر ذلك؟ انشراح الصدر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن سببه فعل العبد ونية العبد. والله جل وعلا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا موسى عليه السلام أول ما خاطبه الله بالرسالة قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. دعا الله سبحانه وتعالى أول شيء أن يشرح له صدره. نبينا صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره وهو طفل غلام تهيئة للرسالة. وأنزل الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. فإذا انشرح الصدر بالإسلام تلذذ بالعبادات، تلذذ بالطاعات، تلذذ بالعمل الصالح. إذا ضاق صدره والعياذ بالله فإنه ينفر من الطاعات ويصير صدره ضيقا حرجا. فهذا هو المحروم والعياذ بالله. ولهذا يدعو المسلم بهذا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، كما دعا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردتنا قبل البرنامج يا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لكتب تفسير الإحلام انتشرت في وقتنا الحاضر وتهافت الناس على قراءتها، ما رأيكم بذلك، وما رأيكم لمن يتصدى لتفسير هذه الأحلام؟ الأحلام ليس لها كتب، تفسير الأحلام ليس له كتب معتمدة. نعم هناك كتب، لكنها لا مستند لها ولا صحة لمن نسبت إليه، مثل ما يقال تفسير ابن سيرين وما أشبه ذلك، مثل كتاب كبير في تعطير الأنام في تفسير الأحلام، يزعمون أنه للمناوي أو نحو من ذلك. هذه لا أساس لها ولا يعتمد عليها. وتعبير الرؤيا هذا له أهله مختصون به، ممن آتاهم الله فهما لذلك وفراسة تفرسون بها الرؤى
والمسلم لا ينشغل بالرؤى، كل ما أصبح يصير عنده رؤى ويهتم بتفسيرها الرؤى إن كانت سارة فإنه يطمئن ويفرح بها، وإن كانت الرؤى سيئة فإنه يستعيذ من الشيطان أول شيء إذا رأى ما يكره، كما في الحديث أنه ينفث عن يساره 3 مرات ويتحول من الجنب الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر، ولا يحدث بها أحدا، يكتمها ولا تضره بإذن الله، ولا يؤولها ولا يعبرها ولا تضره بإذن الله. هذا إذا كانت رؤيا صحيح، أما إذا كانت أضغاث أحلام أو حديث نفس فهذه لا أساس لها ولا يهتم بها الإنسان. نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر الأخوة والأخوات أيضا بتليفون البرنامج الذي سيظهره زميلنا أحمد العتيبي على الشاشة. وهذا السائل يسأل يقول: يا شيخ، ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به والتصديق به صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه هو قدوتنا ودليلنا إلى ربنا. فيجب علينا محبته أول، نحبه أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى. أولا محبة الله جل وعلا، وهذا عبادة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من حقوق الرسول الواجبة علينا، ثم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالمحدثات والبدع. هذا هو الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم قوله على قول كل أحد، لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنني ولله الحمد محافظة على جميع أموري الشرعية، إلا أنني أنا وبعض أخواتي نعاني من كثرة الوسواس وخصوصا في الطهارة والصلاة، هل نؤجر إذا صبرنا على ذلك؟ وما العلاج في نظركم؟ الوسواس لا يضر، من الشيطان، ما لم يعمل به الإنسان ويخاف منه يتركه ويرفضه، لأنه من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ولا يلتفت إليه ولا يهمه ولا يضره، ما لم يتكلم به أو يعمل به لا يضره الوسواس أبدا، إذا رفضه، إذا تعوذ بالله من الشيطان، إذا لم يهتم به فإنه لا يضره وسيزول بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات أرسلت بسؤال تقول فيه: نرجو من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن حكم الشريعة الإسلامية في عضل المرأة وتأخير زواجها من الكفء، ما حكم ذلك؟ مأجورين. نعم، الله جل وعلا نهى عن عضل النساء، والعضل هو منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، هذا هو العضل وهو حرام. وإذا عضلها وليها الأقرب سقطت ولايته عليها وانتقلت إلى وليها الذي بعده، ويرجع إلى القاضي في هذا لينقل الولاية من العاضل إلى من بعده، إزالة للضرر عن المرأة. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا هذا سائل يقول:
ما فضل تسوية الصفوف في الصلاة حيث نرى في بعض المساجد الصفوف مائلة؟ هل لإمام المسجد أن يذكر الصافين للصلاة بها؟ نعم، هذه مهمة إمام المسجد أن لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج فيها، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك، فهذا من مهمة إمام المسجد، وعلى المأمومين أن يهتموا بذلك وأن يتقاربوا وأن يحاذوا بين المناكب والأكعب حتى تعتدل صفوفهم وتكون كصفوف الملائكة عليهم السلام. نعم، جزاكم الله خير. بهذه المناسبة الشيخ صالح، الأئمة والمؤذنون بحاجة إلى توجيه من فضيلتكم عن ذلك. أما المؤذن فمهمته الوقت، نعم، محافظة على الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت يغر الناس، ولا يؤخر الأذان عن أول الوقت عن بدء الوقت فيغر الناس كذلك، لا سيما من يريدون الصيام. وربما إذا أذن قبل الوقت أن الإنسان يصلي الفريضة قبل وقتها، ويكون ذلك من مسؤولية المؤذن، ويتحمل المؤذن هذا الخلل العظيم. فعلى المؤذن أن يهتم بالوقت ولا يؤذن حتى يدخل الوقت إلا أذان الفجر، فإن له أن يؤذن الأذان الأول لأجل أن يستيقظ الناس ويستعدوا للذهاب للصلاة، ولكن يؤذن بعده الأذان الأخير حتى يعرف الناس أن 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 الأذان الأول لا يصلى عليه، وإنما هو تهيئة للصلاة، فلا يقتصر على الأذان الأول يغر الناس، لا بد أن يؤذن عند دخول الوقت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، بلال يؤذن في قبل الوقت في الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن على دخول الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يعني في الصيام، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر. وأما بقية الأوقات فليس لها إلا أذان واحد إلا الجمعة، الجمعة لها أذان أول، وأول من أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وذلك ليتهيأ الناس للذهاب إلى صلاة الجمعة، لأنهم قد يكونون مشغولين، قد يكونون بعيدين عن المسجد، يحتاجون إلى تنبيه لأجل أن يتأهبوا ويذهبوا لصلاة الجمعة. وأما بقية الصلوات فلا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، والناس متعلقون في ذمته. وأما الإمام فمهمته الصلاة، أن يتقنها، أن يخفف على الناس ولا يثقل عليهم، لأن فيهم الضعيف، فيهم الكبير، فيهم ذو الحاجة، فيراعي أحوالهم، لكنه تخفيف من غير إخلال بالصلاة، يخفف، يكون متوسطا بين السرعة وبين التطويل على المأمومين، يتوسط في هذا، هو مسؤول عن هذا، لا يشق على جماعته، لا في نفس الصلاة ولا في الإقامة، لا يؤخر الإقامة حتى يثقل على الحاضرين والذين هم في المسجد، ولا يقدم الإقامة فيحرم الناس من إدراك صلاة الجماعة، فإنما يتوسط. هذه مهمة الإمام. كذلك على الإمام أن يتفقد الجماعة والمتخلفين، وينصح المتخلف ويرفع بشأنه إلى الجهات المسؤولة إذا تكرر منه ذلك، فهو مسؤول عنهم. لكن مع الأسف بعض الأئمة يترك الإمامة ولا يحضر إلا وقت واحد في الأسبوع،
ويترك صلاة الفجر ويشق على الناس، فهذا حرام عليه، هذه مسؤولية، هذه ضمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، فهو مسؤول عن صلاته وعن صلاة من خلفه. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ أبو محمد من الرياض. تفضل يا أخي أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله بخير، حياك الله ونحمي ضيفك الكريم. الله يحييك الشيخ، ونحبك الله يا شيخ. حياكم الله خير. وأنت كذلك يا شيخ عبد الكريم. الله يمتع بك، يحفظك. تفضل أبو محمد. السؤال الأول، بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، بعض الأئمة يعطي فرصة لقراءة الفاتحة، بعضهم لا، هل ما الحكم في ذلك؟ هل بعض الأئمة المؤمنين حتى يقرأ والإمام يقرأ السورة؟ السؤال الثاني، الله يجزاك خير، يجاوب أبو محمد على السؤال الشيخ. عفوا أبو محمد، يجاوب الشيخ على السؤال الأول. تفضل الشيخ صالح. نعم، قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، نعم، عند جمهور أهل العلم، ولكن يقرأها من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على المأموم فيقرأها إذا تمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من ذلك فهو معذور، وإذا قرأ الإمام جهر فإنه يستمع ولا يقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، فيقرأ ما إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام إذا جهر بها. وفي الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم متمكن من القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين. أما في الصلاة الجهرية إن تمكن قرأها في سكتات الإمام، وإن لم يتمكن وجهر الإمام فإنه يستمع إليه. نعم. الأسئلة البقية أبو محمد معنا راح. طيب، ما أفضل شيء يتزود به المسلم في هذه الدار؟ العمل الصالح. المسلم خلق ليعمل للآخرة، ويستعين بالدنيا على العمل الصالح، فهو يعمل للآخرة، فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل، فيستعد للآخرة ولا ينخدع بالدنيا وينشغل بها عن الآخرة، يأخذ منها مما أحل الله ويستعين به على طاعة الله، ولكن لا تكون الدنيا هي أهمه وشغله الشاغل، بل يتذكر الآخرة ويشتغل بالعمل لها ويستعد. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، زاد الآخرة هو التقوى، أما زاد السفر في الدنيا فهو طعام والشراب، فالمسلم يتزود من التقوى، خير الزاد التقوى للآخرة، العمل الصالح، طاعة الله ورسوله، حفظ الوقت، هذا هو الذي يجب على المسلم. والمسلم لا العبد كل العبد لا يخرج من هذه الدنيا سواء مسلما أو كافرا، لا يخرج من هذه الدنيا إلا بعمله، ما يخرج منها بمال، إنما يخرج بعمله، لا يخرج منها بجاه، إنما يخرج بعمله، خيرا كان أو شرا. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا الشيخ صالح يقول: هذا لهم والد مريض منذ سنوات وفي غيبوبة، وقد أتوا بخادم يجلس عنده، يقول: الأولاد والبنات مشغولون في أعمالهم وأولادهم، بماذا ينصح الشيخ في ذلك؟ نعم، ننصح لهم أن يبروا بوالدهم، لأن هذا واجب عليهم، لا سيما عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. فيرد السلف الذي أسلفاه له، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيتذكر أنه ما ربياه صغيرا لا يستطيع أن يعمل لنفسه أي شيء، طفل صغير في المهد، من الذي رباه؟ من الذي اكتسب عليه؟ من الذي غذاه؟
إلا الله جل وعلا ثم الوالدان، وصبر عليه. إذا بلغ أحدهما بلغ الكبر كلاهما أو أحدهما فإنه يتذكر أنه كان طفلا صغيرا وقام بتربيته فيخدم والديه ويصبر على ذلك. وإذا جعل خادما ينوب عنه ويكون هو ملاحظا من ورائه جاز هذا، ولكن كونه هو الذي يغتنم الأجر ويتولى هذا فإن هذا لا شك أنه أنفع له وأحسن له. أما أن يضيع والده أو يضعه في المسنين في دور المسنين أو فهذا عقوق والعياذ بالله، هذا عقوق. الذي يضع والديه في دار المسنين هذا عقوق له وإنكار لجميله، وهو محاسب عنه يوم القيامة. نعم جزاكم الله خيرا. نعم الأخ عبد الله من الرياض، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير شيخ صالح. جزاك الله بالخير. يعلم الله نحبك بالله وسعدنا بمشاهدتك يا شيخ صالح. جزاك الله خيرا. شيخ صالح سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس. الراجح زكاة ولا لا؟ الراجح أنه لا زكاة فيه. ما شاء الله. إنما الزكاة في الذهب الذي يعد للقنية. أي نعم. معالي الشيخ بالنسبة لنا لاحظ أنا في الآن تساهل في عملية الوضوء يا شيخ من ناحية الاستنشاق والمضمضة والمرفقين والكعبين، كلمة توجيهية في الأمر هذا والله يحفظكم يا شيخ صالح. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء إتمامه حيث لا يبقى شيء من الأعضاء إلا ويصل إليها الماء، وداخل الأنف وداخل الفم هذا من الأعضاء، فيجب يعني داخل في غسل الوجه، فعليه أن يتمولا ثم يستنشق ثم يغسل وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. بالنسبة لحديث إسباغ الوضوء على المكاره، ما المقصود فيها يا شيخ؟ يعني وقت البرد، لأنه ربما يكون وقت البرد أنه يخفف الوضوء خوفا من البرد أو مس البرد فيصبر على ذلك. وإسباغ الوضوء في السبرات الرواية الثانية. نعم. السبرات هي شدة البرد. نعم. أحسن الله إليك. من الأسئلة التي وردت الشيخ فيقول فضيلة الشيخ صالح نحبكم في الله، وسؤالنا تجادلنا مع بعض الزملاء حول قضية مهمة وأريد من الشيخ الإجابة عليها، وهو الجان وحقيقتهم، وهل للجن تأثير على الإنس، وما طريقة الوقاية منهم؟ الجن عالم آخر مع عالم الإنس. يا معشر الجن والإنس، الله جل وعلا خاطب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. والجن مكلفون كما يكلف الإنس بعبادة الله وطاعته، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المستقيم ومنهم العاصي ومنهم الظالم، فهم مثل الإنس تماما، فهم عالم من عالم الغيب لا نراهم، قد يراهم أو يرى بعض الناس شيئا منهم أو أحدا منهم، لكن هذا ليس بصفة دائمة، الغالب أنهم من عالم الغيب نؤمن بهم ولو لم نرهم. وهم نعم هم يتسلطون على الإنس إذا لم يتحصنوا بطاعة الله عز وجل وذكر الله، فإن شياطينهم يؤذون بني آدم، ولا ينجي منهم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قد يخبطون على الإنسان ويصيبونه بالمس، كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الحديث، فله قدرة على أعطاه الله قدرة على ذلك، لكن المسلم إذا تحصن بذكر الله فإنه لن يضره. ولذلك إذا أصيب الإنس بمس الجن فإنه يقرأ عليه من القرآن ومن الأدعية الشرعية ثم يذهب الجن، لأنه لا يطيق ذكر الله، لأن الشيطان لا يطيق ذكر الله، ف
فيذهب ويخرج ذليلا صاغرا ويحصن الله المسلم منه. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تليفون البرنامج على الشاشة. فضيلة الشيخ، هذا يقول: أرجو من الشيخ أن يدلني على أفضل كتب التفسير في قراءتها. كتب التفسير كثيرة ولله الحمد، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن إكماله لهذا الدين، حفظ هذا الدين. فكتب التفسير كثيرة، وكل ما تقادم منها فهو أفضل وأحسن وآمن، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وفي عصرنا الحاضر مستخلص من هذه التفاسير الجيدة تفسير الشيخ ابن سعدي. فهذه من التفاسير الموثوقة والنافعة بإذن الله. وإذا كان عنده تمكن في العلم فلا مانع أن يقرأ في كتب التفسير الأخرى المتأخرة، ليستفيد من ناحية البلاغة، من ناحية اللغة، من ناحية أسرار القرآن، وإن كان فيها بعض الأخطأ فهو يعرف الخطأ ويتجنبه. نعم. نستأذنكم بهذا الاتصال من الأخ أبو خالد من الدمام. تفضل أخي أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياك الله. يا شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص تأخير الصلاة بعد خروج الوقت، فما الحكم؟ يا ليت تتكلم نفس الموضوع هذا، وشكرا لكم. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي ينوي جمعها مع الوقت المستقبل، وهو يجوز له الجمع لعذر شرعي، يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية، كما في السفر، كما في المرض، كما في المطر بين العشاءين، هذه أعذار الجمع. فيجمع إذا حصل له واحد منها بين الصلاتين، وأما إخراجها عن وقتها من غير عذر فهذا تضييع لها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها، يعني غلبه النوم عنها، فليصلها إذا ذكرها، إذ يصلها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر من أخرها تعمدا، فدل على أنها لا تجزي لو أعادها. إذا أخرها تعمدا من غير عذر فإنها لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة. وفي الحديث: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قالوا: من فاتته، يعني فات وقتها من غير عذر والعياذ بالله، حبط عمله. هذا في الحديث الصحيح، والمراد بفواتها فوات وقتها من غير عذر. الخطر شديد في هذا، وعلى المسلم أن يتقي الله. قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. مرة ثانية نذكر بتليفون البرنامج. هذا سائل يقول: الشيخ صالح، الحمد لله أن رأيناكم على الهواء مباشرة. يقول بأنه مدرس في المتوسطة، سألني أحد الطلاب عن الأثر الذي هو مقام إبراهيم، هل هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فتوقفت وقلت للطلاب سأبحث وأنظر في الأمر، فما الجواب الشيخ صالح؟ لا شك أن أثر القدمين اللذين على الصخرة، نعم، أنهما أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. السلام. ولذلك يسمى هذا مقام إبراهيم. وكان يبني الكعبة وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، فإذا ارتفع البناء جاء الله بصخرة فصار يقف عليها فترتفع به ويبني البيت العتيق، فلذلك هذه الصخرة صارت مقام إبراهيم، وأمرنا الله أن نصلي عندها، صارت من المشاعر. قال تعالى:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطواف يأتي ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. أيضا الأخ أبو محمد يقول أرجو من الشيخ أن يجيبني على هذا السؤال، وهو بالنسبة إلى إهداء ثواب الأعمال للأموات القول الراجح فيها، وماذا يصل إلى والدي المتوفى الذي قصرته في خدمته؟ الأصل أن كل عمل لصاحبه للعامل، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن وردت أدلة في بعض الأعمال أنها ينفع الله بها الميت إذا أهدي ثوابها إليه، وذلك مثل الصدقة، مثل الدعاء والاستغفار له، مثل الحج والعمرة عنه. هذه وردت الأدلة في أنها إذا تقبلها الله ينفع الله بها الميت، وما عدا ذلك فلا يهدى للميت لأنه لم يرد بذلك دليل. والأصل أن كل عمل لصاحبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول ما رأيكم في تأخير الزواج مع القدرة عليه يا فضيلة الشيخ؟ إذا كان لا يخاف على نفسه فلا بأس بتأخير الزواج، ولكن الأفضل أن يتزوج. وأما إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو يتطلع للنساء فإنه يبادر بالزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له وجاء. نعم، نحن نقترب الحقيقة من نهاية هذه الحلقة، ولكن أخ سائل يقول الشيخ صالح حياة الآخرة حق، ولكن كيف تكون هذه الحياة مأجورين؟ تكون بعودة الروح إلى البدن، عودة قوية أقوى من عودها إليه في الدنيا، ولا تفارقه أبد الآباد، ليس بعدها موت، إما في الجنة وإما في النار. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا اللقاء والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما أجاب من إجابات مسددة وجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج. يتجدد اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.